أحسن الله إليك. سؤال كثر وهو يقول: هل ورد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في طول السواك؟ في إيش؟ في طول السواك. نعم، قال الفقهاء أنه ينبغي أن يكون السواك طول شبر من أجل أن يقبضه ويتمكن من قبضه. أما أنه ورد عن الرسول شيء ما أدري، لكن الفقهاء ذكروا هذا. نعم.